واش الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله. صافا، نتمنى ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير يا ربي، امين. ومرحبا بكم في الفيديو. كنت انت ولاتي اول مره كتشوفوا فيها، ما تنساوش تعطوا ديروا لايك وسبسكرايب ودوك الاتواج كاملين ديرهم. ومعنا اليوم ضيف الحلقه، معنا خويا يونس المداوي. دول الاخ ديالي، تعرف براسك يونس. السلام عليكم، انا اخو اسامه، وطبعا الحال اسامه غنيه عن التعريف، وكل الناس اللي كيعرفوا اسامه كيعرفوا ناس اخرين عن طريقه. وانتم دابا غتعرفوني انا ماشي يونس صراحه، انا خو اسامه، حد ديما كنتعرفوا به. هذا الشيء اللي كاين لك اصلح مقدم ديال دوك فهمتي البرامج. اخواني اخواتي، معكم الان. المهم الاخوان، كنت جالس مع خويا كنهضروا كذا في واحد الموضوع اللي فهمتي الناس اللي كيبغوا يديروا الدكتوراه مثلا، دير بيان ديبلوم تكنيك، سوا ديب ولا ديك ولا كذا ولا هذا. وكنا كنهضروا على الافاق والمسائل، وقالت لي حبس حبس حبس، علاش ما نديرهاش فيديو؟ اللهم استفد انا ولا يستافدوا مثلا معايا ناس اخرين وكذا، فتكون افضل استفاده عامه ان شاء الله تعالى. فنخليه هو يشرح لكم هذه القضيه، هذه الموضوع اللي كنا كنهضروا فيه. صح صح، هو صراحه الموضوع كان جا فقط هكا اعتباطي كاسي كندوي، وكنا جبدنا قضيه الناس اللي كيجيو هنا وكيدوزوا واحد الفتره كبيره كيقراو الدكتوراه، وواحد اخرين اللي كيجيو كيديروا غير مثلا عامين ديال لي تكنيسيان ويسالوا القرايه ديالهم. وبقينا كنحاولوا نشوفوا شكون اللي احسن وشكون اللي ما احسنش. وصراحه الخلاصه اللي غادي نقول لكم دابا هي انطلاقا من تجربتي انا الشخصيه ومن تجربه مجموعه من الدراري اللي كنعرف، واللي دازو حتى هما تقريبا من نفس البروسيدور. كاين منهم اللي اختار هاد الوجهه، كاين منهم اللي اختار وجهه اخرى، وشنو كانت في الاخر الخلاصه ديالهم. فكما قلت لي انايا انه الهدف، اولا شنو اللي غادي يخلي الواحد يقول بان هذه مزيانه ولا خايبه، هو الهدف ديالك من بعد ملي كتكون باغي تجي لكندا. يعني قبل ما تجي كندا خص الهدف ديالك في دماغك يكون واضح مزيان. يعني انت كاين جوج ديال الحوايج اولا جوج ديال الفئات اللي كينقسموا لهم الناس في هذا الامر بالذات. كاين الناس اللي كيجيو كندا باش يحسنوا من وضعيتهم الماديه، يعني واخا كيجيو طلبه ولكن الهدف الفينا ديالهم هو ان يولي عنده واحد العائد مادي كبير من بعد ما ياخذ خدمه مزيانه ويستقر في كندا، اللي توفر ليه معيشه مزيانه بالنسبه لعائلته وبالنسبه للناس ديالو اللي كيعينهم في المغرب مثلا. كاين ناس واحد اخرين اللي كيجيو المغرب تقدر تكون الحاله ديالهم ميسوره، وكيبغيو بانه الهدف ديالهم يكون هو الكارير، يعني انه انا الهدف ديالي هو انه ناخذ واحد ميتريز، ناخذ واحد الدكتوراه، باغي ندير واحد الكارير اكاديمي كبيره. وهادو بجوج ما هما صحاح ما هما غلط، كما قلت لكم الهدف هو اللي كيحدد واش الامر صحيح او لا غلط. هنا خصنا ضروري نفهموا واحد الحاجه مهمه بزاف، هاد الحاجه هذه هي انه نظام او لا الطريقه باش كنعيشوا بها في المغرب وطريقه الدراسه تما مختلفه تماما على كندا. في المغرب عندنا شويه نظام دراسي هو نظام فرنسي، ولكن حتى متطلبات العيش في المغرب في الاغلبيه التوجه الدراسي اللي كتختار كيكون الاولويه ديالو هو انه يضمن لك واحد العمل اللي كيدخل لك طرف ديال الخبز، لانه ما يمكنش انك تقرا شي حاجه وتبقى شاد الدبلوم ديالك وجالس حاط يديك بحال هكا وكتسنى ما كاين لا خدمه لا ردمه. يعني كتلقى ناس كيبغيو بزاف ديال لي دومين واحد اخرين ولكن مضطر انه يقرا واحد الحاجه، علاش؟ لانه في الوقت الحالي فيها خدمه. هذا الواقع هذا اللي هو للاسف هذا الواقع اللي كنعيشوه ما كاينش في كندا. ملي كتجي كندا كتلقى بزاف ديال لي دومين اللي تقدر تقراهم، وكلهم ممكن يوفروا لك واحد المدخول اللي تعيش به واحد الحياه كريمه. داكشي علاش في المغرب كتلقانا حنا منحاصرين بواحد النوع من الطبقيه حتى في الاختيار الدراسي. كتقولوا مثلا واحد ولدي بغيت يقرا مثلا يخرج مهندس او لا طبيب، ومن بعد كيبقاو حنا هابطين وحنا هابطين وحنا هابطين. وباش كنديروا هذا الترتيب هذا ماشي بالاهميه ديال الدومين من ناحيته ديال القرايه ولا ناحيته الاكاديميه، وانما من ناحيه حيت الا قرا هذا الشيء غادي يولي عنده واحد السميه واحد لا فالور في المجتمع اللي هو مطلوب في المجتمع المغربي ديالنا، وغادي يولي عنده واحد المدخول كبير اللي غادي يهني في الحياه ديالو ويخليه يتماشى مع المتطلبات الماديه ديال الحياه. فاذا كنتي غادي تجي لكندا ويسر لك الله انك باش تجي هنا، خصك هاد الطريقة ديال التفكير خصها تبدل، لأنه ماشي نفس الظروف اللي كتفرض عليك شنو تختار تقرا في المغرب هي اللي غتفرض عليك شنو غتختار تقرا هنايا. فإذا كان الهدف ديالك هو أنك تحسن من وضعيتك المادية، وخلينا نركزوا في الهضرة اليوم كما قلنا قبيلة فقط على الناس اللي جايين باغيين يقراوا الدومين ديال الانجينيوري والدومين تكنيك. فالناس اللي كيجيو من اسمح لي واحد الدقيقه اون باسون، بعدا راه خويا يونس راه قرا في يونيفرسيتي لافال وتخرج في الانجينيوري ديال يونيفرسيتي لافال، واش كانت مدرا ديال الانجينيوري هذا ديك الاخر اللي زواج ديال الانجينيوري جوج مره واحده ماشي جمعه هادشي اللي صرا هادشي مره واحده. فاللي بغيت نقول لكم انا التجربه كنقول لكم هي انطلاقا من الدراسه ديالي في الدومين ديال الانجينيوري. دونك هنا الناس اللي كيجيو الا كان الهدف ديالك هو هدف مادي وانت عزيز عليك الانجينيوري، افضل حاجه دير هو انه تقرا كوم تاخذ ديبلوم ديال تكنيسيان اللي تقدر تكون المده ديالو عامين او ثلاث سنين، لانه المدخول المادي في كندا ما كيعتمدش على الرتبه الدراسيه ديالك.
ما يمكنش نقولوا مثلا راه دكتور هنا كيدخل فلوس اكثر من انجينير وانجينير كيدخل فلوس اكثر من تكنيسيان. لا، في كندا ما عندناش هاد الطبقيه هادي في الدومين ديال الخدمه. كتلقى هنا لي تكنيسيان عندهم بزاف ديال الفليكسيبيليتي. علاش؟ لانهم عندهم واحد المهاره واحد سكيلز بين يديهم، عندهم حرفه وكيقدر انه يخدم مع بزاف ديال الشركات، كيقدر انه يدير الخدمه ديالو هو خاصه ويولي شارجيك بساعه. يعني كتلقى مثلا تكنيسيان في تكنيسيان انفورماتيك ولا في ريباراسيون مثلا ديال السوداج مونتاج بلومبي ولا اللي كان، كيقدر يشارجي عندك 150 200 دولار في الساعه عادي جدا. بينما انجينيور كتلقاها ها هو انجينيور وخدام في واحد الشركه الفلانيه، ولكن ديما الخدمه ديالو متعلقه بواحد السالير فيكس اللي كتعطيه لديك ديك الشركه. وكل ما كان ديك الشركه القيمه ديالها كبيره، كل ما المردود المدخول ديالو كيطلع، مي في كاع الاحوال كيبقى فيكس. هذا ماشي عيب اذا كان الهدف ديالك هو هذا، ولكن اذا كان الهدف ديالك هو انه في واحد الفتره محدده يكون عندك واحد المدخول مادي كبر، وما كيهمكش انه النوميناسيون ديالك شنو تكون، واش انجينيور او لا، فالافضل انك تنطلق من طريق ديال التكنيسيان، ومن بعد ملي كتخدم فيها واحد المده معينه وكتاخذ واحد الخبره واحد المردود، تقدر انه طون بارسيال تكمل القرايه ديالك وتاخذ ديبلوم دانجينيوري ديالك. هذا من ناحيه الانجينيوري. من ناحيه الناس اللي كيديروا الدكتوره، بالنسبه لكاع الناس اللي كنعرفهم اللي داروا الدكتوراه سواء كملوها او لا ما كملوهاش او لا بدلوا الكارير ديالهم، المشكل العام ديالهم هو انه الغالبيه كيظنوا بانه ملي غادي يتخرج دكتور غيكون عنده عائد مادي كبير. ومره اخرى كنقولها هذا غلط بالنسبه لكندا. الدكتوراه مزيان انك ديرها اذا كان عندك انت حب اكاديميك لذاك الدومين، كتبغي دير لا غوشيرش وبغيتي تكون هي المسار ديال حياتك، بغيتي تكون مثلا بروفيسور جامعي وتقري وتعطي مثلا دي كونفيرونس ولا شي حاجه. اذا كان هذا شيء واحد الرغبه كبيره عندك، فانك تكمل الدكتوراه شيء مهم وغادي يعاونك بزاف. ولكن اذا كان هذا الشيء ما كيهمكش ابدا وانت دير الدكتوراه فقط غير باش تقول للناس انا فلان دكتور، وفي نفس الوقت معول ان غدير لك واحد المردود مادي كبير، فلربما هادشي يقدر تكون حقيقه في البلاد ديالنا، ولكن راه ماشي هي نفس الحقيقه ملي كتجي لكندا. هنا كندا ما كاينش طبقيه في الوظائف انطلاقا من ديبلوم اكاديميك. ديبلوم اكاديميك كيبوستيك، مي المدخول كيعتمد على المجهود ديالك ولي سكيلز اللي عندك انت، سواء كنتي تكنيسيان صغير او لا كنتي دكتور كبير. فبخلاصه وبعجله هذا الشيء اللي كان في النقاش ديالنا. فوالا، انا كنعرف شحال من الاصدقاء ديال خويا كانوا ديك الساعه، كانوا فاش كانوا كيقراو في اليونيفرسيتي في لافام، اللي جا خويا في 2010 وكذا. المهم حاليا تخرجوا دكاتره بالفعل، ولكن تصدموا بالواقع. كانوا عندهم وعود كاذبه في المغرب، كانوا كيقولوا غنمشي للمغرب غندير غنفعل. دوك الاساتذه الجامعيه اللي في المغرب خووا بهم، داروا شحال من حاجه، فكيشوف راسو انه وصل مثلا واحد 34 عام 35 عام اني با ماغي، ما عندوش وليدات، باقي محروم بزاف د الحوايج، نفسيا كيتحطم بزاف الاهداف كيكون بانيهم. يعني سنين هو كيبني في واحد الحلم ديالو، في الاخر كيتحطم ليه هكاك فجاه، كيقول كنا علاش غندير، ما عندوش حرفه في يدو، كيقول غنمشي نعاود نرجع نقرا ديبلوم تكنيك اشنو غندير كذا كذا كذا. فكتكون القضيه صعيبه، فالواحد هنايا يحاول يرتب الاولويات ديالو ويعرف يحسن الاختيار ديالو من الاختيارات اللي باغي يختار، وديك الساعه ربي غادي يسر ليه ويسهل الجميع ان شاء الله تعالى. دونك الاخوان، سواء ديبلوم تكنيك ديب ولا ديك، فكروا فيه، سواء مثلا ميتريز ولا نقولوا مثلا باشر ولا ميتريز، فكروا شنو غادي ديروا، او لا الدكتوراه ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالكم. هذه كيبقى راي، يعني ما الا ما نفعكش ما غاديش يضرك. وبطبيعه الحال غير باش نركز على حاجه واحده اخرى، كل ما الانسان جا صغير كل ما كانت عنده لا فلكسيبيليتي انه يدير هادشي اكثر. ولكن ماشي معناتها انه الا كنت انت ديجا انجينيور في المغرب او لا عندك الميتريز المغرب وجاي هنايا وترجع اللور، ماشي هادشي اللي كنقصد. اللي كنقصد هو انه الا كنتي بادي بداها صحيحه وخطط ليها، الا كنتي ديجا عندك واحد الدبلوم واحد المشوار، جي لكندا دير ليكيفالونس ديالك وحاول انك تلقى شي واحد الكومبينيزون اللي تكون كتجمع ما بين الخبره اللي عندك في المغرب وما بين شنو غادي تقرا هنايا. فانا ما كنقولش لك ضيع الدومين ديالك، ما كنقولش لك بانه الدكتوراه شي حاجه خايبه، وانما كنقول لك حط الاولويات ديالك وكون عارف البوان فينال شنو الريزلت ديالها. ما تجيش مصدوم بواحد الميثودولوجي او واحد الفكره اللي كانت عندنا كنعيشوا بها في المجتمع ديالنا، وتجي المجتمع واحد اخر غادي بنفس الفكره، ومن بعد ما تخرج وتسالي تلقى بانه كاينه صدمه كبيره. سول قبل، وجد راسك، حط الاولويه ديالك وتوكل على الله. يا
ان شاء الله تعالى. المهم الاخوان نتمنى انه الفيديو هذا يكون مطويش عليكم ويكون مطورش عليكم واستفدنا جميعا ان شاء الله تعالى. فيكو انا مازال حد هذه الايام هنايا فميسي صوغا مع خويا فجيت عنده. الا عندكم دي كيسيون شي حاجه خليوها لي في كومونتير، بغيت نهضر لكم على شي سوجي اللي فهمتي انا وخويا ما حدينا معاه هنايا، خليوه لي في كومونتير حتى هو نهضروا فيه. انا راه ما عارفين اللي كنبخلش عليكم بالاجوبه، كنهضر معاكم كنحاول نبارطاجي معاكم لو ماكسيموم بوسيبل دي زانفو اللي كيوصلوني كنحاول نوصل لكم حتى نتوما. دونك الاخوان حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلي جيم بلي فهمتي سبسكرايب، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. تهلاو في اسامه راه داير من خلال الفيديوهات اللي كنشوف مره راه داير واحد المجهود كبير وانكرويابل، ماشي فقط حيت خويا كنشجع فيه وانما بزاف ديال الناس اللي خداو هذا الشيء وحولوه لتجاره ومن حقهم، لانه المعلومه كيضرب عليها مجهود. هو لحد الان باقي داير واحد المجهود كبير باش يوصل مجموعه من الناس. يعني مثلا البارحه راه نعس الساعه 5 الصباح رغم انني انا ضد هذه القضيه هذه، باش فقط يجاوب على فعلا مئات الرسائل من والدين من الناس اللي جاوا واحدين هنايا. فالواحد كتقدير من هذا المجهود هذا تصنتوا الفيديوهات اللي كنحط قبل باش ماشي تعاودوا تسولوا نفس الاسئله اللي هو ديجا دوى عليهم مئات المرات، وهكا الوقت ديالو يكون مركز اكثر انه يجاوب على حوايج اللي هما جداد. والله يسهل لكم نتوما والله يسهل حتى هو، تهلاو فيه جيم كومونتير شجعوه باش يكمل في نفس الشيء ان شاء الله تعالى. حنحاول خاصة صراحه كيف قال خويا، لان علاش قال هذه النقطه هذه؟ لانه شافني غيصامون ولي صافي كان ديموتيف كنقول سؤال جاوبت عليه في فيديوهات بزاف وكيوصل لي المئات ولا كانوا عشرات مئات ديال الكيستيون في نفس السؤال اللي انا جاوبت عليه شحال من مره. كتقول الاخ مثلا ولا الاخت واش تفرجتي في الفيديو؟ واه جاوبني جاوبني صافي ما في لي تفرج دابا راه جاوبني. راه اسمحوا لي كاين واحد النقطه هنايا، لا ربما غنطولوا عليكم الفيديو اسمحوا لينا، ولكن واحد النقطه مهمه. سنين وانا دابا هنا في كندا وبزاف ديال الناس كيصيفطوا لي ميساجات باش يجيو كيسولوا، مؤخرا مابقيتش كنجاوب بعد الدراري وكل شيء ولات شويه صعيبه، لكن ديما كان كيجيوني جوج ديال لي بروفيل هما اللي كيسولوني ديما. البروفيل الاول هو واحد الشخص كيدوي معاك، خويا باغي نجي كندا شنو خصني ندير، خويا باغي نقرا شنو خصني ندير. مع كامل احتراماتي هاد النوع ديال البروفيل كتكون متاكد انه الا جا كندا راه ما غادي يدير والو، وفي الاغلبيه ما غاديش يقدر يجي لكندا. علاش؟ لانه ديما كيتسنى الناس هما اللي يديروا ليه هما اللي يقلبوا ليه هما يديروا كل شيء. البروفيل الثاني ديال الناس اللي مولفين كانوا كيدوا معايا، كتجي فلان كيكون الهدف ديالو باغي يجي يقرا اولا باغي يجي يخدم، كتلقاه مقلب دير مجهوده قرا كاع داكشي اللي كاين في الانترنيت، كيدوي معاك كيسولك على دي امور واضحين، انا قلبت ولقيت كذا وكذا 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 وكذا، كيقول لك النقاط بغيت عافاك تشرح لي اكثر هذه النقطه اولا تسول لي في هذه النقطه اولا تعطيني رايك في هذه. فالسيد داير اش كنتسموا ديو ديليجنس ديالو، داير المجهود ديالو، داير البحث ديالو، الشخص عارف الاولويه ديالو عارف شنو باغي. فاذا كنتي فعلا باغي تجي كندا كمثال دير مجهودك، ناس بزاف مستعدين انهم يساعدوك وانهم يوقفوا معاك ويجاوبوا الاسئله ديالك الا كنتي انت ديجا دير مجهودك وكتسولهم في نقاط محدده. لانه باش تجي وزعما تطرح اسئله فاغ بحال هكا، خويا بغيت نجي لكندا ونخدم شنو غندير وهالمعلومه كامله كاينه في الانترنت وما قلبتي على حتى حاجه، فكنظن كاين خصك تعاود تراجع البروجي ديال الهجره ديالك. راه ليه حل، كتلقى مثلا كتقولي مثلا هذا كتبغي تعاونو، كتقول بعض المرات كيكون مورا طالع كتقول واخا راه نجاوب هذا السيد بحال هذا النوع هذا، اشنو خاصك دير اشنو خاصك دير اشنو خاصك دير اشنو طالبين اشنو طالبين. خويا انا ما عندي حتى حاجه في هذه، يلاه عندي مثلا وحده ولا المهم لقى لي سوليسيون صافي شوف لقى لي شي طريقه. راه قلت لها في الفيديو اللي في الاخر قلت لهم لو كان عندي ريستارود ديال كندا راه نحل لكم الباب ديال كندا ونقول لكم خلي الاخر يتفدوا نخليو، يعني هو شي حوايج اللي فهمتي. وانا نيفو تحضيري يعطيكم مثال مجازي، انا نيفو تحضيري وانت انا في كندا طالبين لك الباك، لا انا ما عنديش الباك انا عندي نيفو تحضيري وقال لي حل خاصني نجي صحه. والمشكله انهم ما كيبغيوش يديروا مجهود، يعني كاين بعض الناس دوا معايا في 2013 حنا دابا في 2020، يعني 7 سنين كتقول لي خاصك دير مثلا ديبلوم دو فرونسي هذا ودير مثلا الفورماسيون هذه، كيقول لا انا غادي نضيع الوقت 7 سنين كامله ما دارش داك الشيء وباقي كيدوي معاك لحد الساعه واش عافاك دبر لي على شي سوليسيون. وجات شي لقطه جديده ما فهمتش. شوف اللي ناجح راه كيكون ناجح في بلاده مهما كانت الظروف، والا جا هنا النجاح ديالو فقط كيزيد لقدام، والا كان اصلا ما كيتحرك ما دير والو عطيها غير الجلاس الدار مع كامل احتراماتي راه كندا ما غادي تنفعو والو، غادي يبقى بنفس النيفو وغادي تزيد تكمل عليه اكثر. على الاقل تما في البلاد كتلقى العائله ديالك والناس المحيطين بك، بينما هنا ملي كتجي كندا راه كتكون لا حليل لا رحيم، اللي مولف كيخدم وكيدمر في مكان كندا بالبروغرام ديالها طريقة العيش لربما تبوستيك الاحسن. ولا كنتي انت ما معولش وما كدير حتى شي حاجه فقط معول على الناس يديرك خدمه، غتجي كندا فقط غادي تزيد طيح اللور، غادي تبقى تدور ديك الدوامه، غادي تعطى المخدرات، غادي تضيع للاسف
هادشي ما بغيناش ليكم، هادشي اللي كاين وما نطولوش اكثر. وفهمتي غادي الاخر انا اول ما جيت هنا لكندا في مدينه كيبيك يعني ديبريميت، ما سيراكم شو لي ستوار ديالي، قلت لكم راه خويا ومراتو اللي كانوا معايا، هو اللي كان معايا ودر خويا اللي وقف معايا انا فاش كنت في كيبيك. ها هو تبارك الله الحمد لله كملنا قرايه وحنا غاديين وباقي نحرم وقيتها كيف كنقول لكم معاهم حتى نوصلوا ان شاء الله تعالى كاملين، ماشي كلشي نبغي ليه يوصل ان شاء الله تعالى، والله يسهل على الجميع والله يسهل لكم كاملين. امين. الا بغيتوا شي موضوع نهضر فيه ما حد باقي مع خويا خليه ليا في الكومونتير غادي نهضروا فيه ان شاء الله تعالى، ومازال شي واحد موضوع اخر غادي تشوفوه معنا كيف قلت لكم راه نهضر لكم على واحد المدينه ديال واترلو، تسناو فهمتي ستاي توند هذا الموضوع حتى هو غادي نهضر عليه وبزاف طلبوا ليا. وهادشي اللي كان الاخوان وتهلاو لي فراسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.